حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة الأيام الفضائية بحلقة جديدة من برنامج إيتات. مثل ما تعودنا بكل حلقة فاصل ونرجع بعدها للأخبار والترندات. ابقوا ويانا. أهلا بكم مشاهدينا، وأول منصة بهذا البرنامج هي منصة الفيسبوك. هاي المنصة اللي دائما ما ناخذ بها الأخبار والترندات والمواضيع المهمة واللي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بالقنوات الفضائية. أول خبر لنا بمنصة الفيسبوك يتحدث عن الحرائق اللي دائما ما تكثر بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بمحافظة بغداد وبقية المحافظات. صارت كثير حرائق بمستشفى الشعب قبل فترة، هاي المستشفى اللي يعني كانت بعدها ما مفتوحة، هستوهم يعني مجهزيها وصار بها الحرائق وقالوا تماس كهربائي. لكن الحريق بحلقتنا لهذا اليوم صار بوزارة جدا مهمة وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نشب حريق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثارت الناس وكثرت التعليقات حول هذا الموضوع. وزارة التعليم العالي هي من الوزارات المهمة واللي المفروض أنه الناس تكون حذرة، أو هي المؤسسات والدوائر الرسمية تكون حذرة تجاه هذه الحوادث. ليش؟ لأن هاي المؤسسات بيها ملفات، بيها معاملات ناس، معاملات طلاب، شهادات وكتب رسمية. يعني لا قدر الله إذا صار بيها حريق يعني راح يعني نص الشعب العراقي يمكن يعني تصير له مصيبة. خلينا نشوف مشاهدينا هذا الفيديو حول حريق هذه الوزارة. الآن حريق داخل وزارة التعليم العالي. دخان دخان يا أبو مو. دخان دخان. مشاهدينا مثل ما شفنا الفيديو وشون المواطنين ملتمين على هذا الحادث والقوات الأمنية أيضا طبعا الطفايات. لازم بكل مؤسسات الدولة، بكل الدوائر، بكل المكاتب، حتى بالبيوت لازم تكون عندهم يعني معدات خاصة حتى يتجنبون لا قدر الله هاي الحوادث. وتعرفون يعني درجات الحرارة العالية والصيف والتماس الكهربائي يكثر بفصل الصيف، ويعني هاي الحوادث تؤدي إلى خسائر بشرية. الحمد لله ماكو خسائر بشرية، وإن شاء الله يا ربي يبعد عن كل الحوادث والأضرار اللي تصيب مجتمعنا العراقي. هذا مشاهدينا الخبر الأول بمنصة الفيسبوك. عندنا خبر ثاني على هذه المنصة، والخبر الثاني مشاهدينا يخص المنتخب العراقي وفوز المنتخب العراقي على المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد بأولمبياد باريس. مبارك للمنتخب العراقي، قناة الرابعة الرياضية فرحة كبيرة بعد فوز منتخبنا الأولمبي على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد. مبارك للمنتخب، وإن شاء الله يا ربي على السنة القادمة إن شاء الله تكون الفوز لكأس العالم للمنتخب العراقي. هذا الخبر مشاهدينا على الخبر الثاني على منصة الفيسبوك. عندنا خبر آخر على هذه المنصة، خلينا نشوف الخبر الثالث بمنصة الفيسبوك.
طبعا مشاهدينا لاحظوا الفرحة الكبيرة لهذه الفوز للمنتخب العراقي بهذه اللعبة، وهذا الفرح الكبير للمنتخب العراقي. إن شاء الله يا ربي الفوز القادم الأكبر لمنتخبنا بكأس العالم وتأهيلاته، وأيضا اللعبة القادمة حسب ما سمعت أنه راح تكون ويا منتخب الأرجنتين. إن شاء الله يا ربي يكون الفوز حليف لمنتخبنا العراقي الحبيب. خبر آخر مشاهدينا في منصة الفيسبوك، خبر محزن طبعا. هذا الخبر يحكي عن صيدلاني في مستشفى شفاء بمحافظة الموصل. يعرف شخص، يعني ما أعرف معرفة شخصية، معرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشخص نشر على منصة من المنصات أنه هو نجح من السادس بمعدل 53. الصيدلاني علق تعليق استفز الطالب الناجح، ما أعرف صارت مشادات كلامية، صار أكو رد وعطى بالتعليقات، ثار الطالب غضب على هذا الصيدلاني، دفعه أنه هو يروح يجيب سلاح ويتوجه البيت الصيدلاني ويقتله. وأيضا قالوا أصاب ابن أخوه برصاصة بقدمه، طبعا جريمة قتل غير مسبوقة بنينوى. ليش تعلق لي بالفيس؟ يعني ليش يعلق لك بالفيس؟ أنت ليش ناشر؟ الناس تعلق، يعني هي هذه مو الحرية الشخصية اللي أنتوا تردوها. يعني أنت من تنشر منشور على أي منصة كانت، تتحمل اللي بجانبك وتتحمل اللي ضدك. هسه قد يكون أخطأ أنه هو أثار غضبك، أنه هو استفزك، لكن مو معناها أنه أنت تتجرد من إنسانيتك وتروح تجيب سلاحك وتروح تقتله وتصيب ابن أخوه. يعني والله عجيبة. جريمة قتل غير مسبوقة راح ضحيتها صيدلاني شاب في ناحية النمرود بمحافظة نينوى، والسبب تعليق على فيسبوك اعتبر القاتل مهيناً إلى مما دفع إلى الذهاب لمنزل الضحية وقتله على باب منزله. لا إله إلا الله. هواية تعليقات مشاهدينا على هذا الموضوع، وثارت الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي علقت تعليقات كثيرة على هذا الموضوع. أول تعليق لنا على قتل الصيدلاني من كارل هيل تقول المفروض يعدمونه حتى يصير عبرة، مو يقعد بالسجن ويأكل ويشرب ومرتاح وبعد كم سنة يطلع. والله ما أعرف، هو دمر حياته، دمر مستقبله، بعد هم مجرم وهم أنا ماخذ معدل 53. نسيت أقول لكم مشاهدينا أنه هو سنة ثالثة إلى بالسادس، فالتعليق هذا استفز أنه قال له أنه سنة ثالثة وانت حصلت على 53. تعليق ثاني مشاهدينا يقول جوجو الخطأ ليس من القاتل فقط اللي دفع للقتل، الصيدلاني كان المفروض إنسان مثقف وواعي وليس له الحق بالتقليل من شأنه والسخرية منه. على العموم الله يرحمه. ما أعرف، لا تعليق. تعليق آخر مشاهدينا على هذا الموضوع، عطياف تقول هاي الحادثة تبين للكل أنه الكلام الجارح والقاسي مؤذي لدرجة ممكن تخلق قاتل. هاي الكلمة الطيبة صدقة، انتبهوا لكلامكم حتى لو كانت حروف وراء كيبورد، لكن مو يتخلى عن إنسانيته، يتخلى عن يعني ما أعرف عن خلقه ومذهبه وآدابه. تعليق آخر مشاهدينا مهيمن الطيار يقول ما أعتقد الموضوع بهاي البساطة، لابد صايرة مشادات سب وشتم وتهديد، وبالتأكيد هذا مو مبرر لقتل إنسان ولا يخفف من فعل الجريمة والإرادة الآثمة للجاني. فعلا ماكو اي مبرر لي انه تنهي حياه شخص على مود تعليق وانت مسبب هذا التعليق. تعليق اخر هو هذا التعليق الاخير من هبه تقول ما له حق يستهزئ بالناس وبمشاعرهم على مود هو شنو معاون صيدلي. وبنفس الوقت الرد كان همجي، ما اعرف هبه انت كنتي وياهم، كنتي تعرفين شنو الموضوع اللي صار حتى تقولين الرد كان همجي. ومع ذلك مهما يكون رده، مهما يكون السب والشتم، ما يحق له أنه ينهي حياة شخص. الحياة تنتهي فقط بإيد رب العالمين. هذا الخبر من محافظة الموصل. عندنا خبر آخر من محافظة أربيل، إلقاء القبض على شخصين بتهمة افتعال الحرائق في قضاء رواندوز التابع لمحافظة أربيل. يعني
الحرائق تصير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الحرائق تصير بسبب التماس الكهربائي، الحرائق تصير بسبب الإهمال، لكن تجون أنتم تسببون الحرائق، تسببون الأذية، تسببون الضرر لهذا البلد، عاشت إيديهم للجهات المختصة أنه هي قدرت أنه تلقي القبض عليكم، وإن شاء الله كل شخص يسبب الضرر لبلده يكون هذا مصيره. هذا خبر أيضا، آخر خبر في منصة الفيسبوك مشاهدينا هو عن الهيئة العليا للحج والعمرة. كل سنة ينفتح التقديم للتقديم للحج طبعا للمواطنين، لكن هالمرة التقديم كان أسهل من كل سنة على منصة أور، وقدمت التسهيلات للمواطنين وقدمت يعني الشروط القبول في القبول للحج. طبعا هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج مجانا. أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج للأعوام 25، 26 و27. طبعا من ضمن الشروط اللي قدمتها يعني الهيئة العليا للحج والعمرة انه اللي قدم على الحج وراح حج يستبعدوه، يعني ما يعني مو يعني يتكرر قبوله للمرة الثانية، وايضا يخلون الأولوية لكبار السن اللي تجاوز عمرهم 60 سنة، وايضا اللي قدموا اكثر من مرة وما صارت لهم فرصة انه هم يعني تتوفر لهم وتتحقق لهم فرصة الحج. إن شاء الله يا ربي كل اللي يريد يحج إن شاء الله تتحقق له هذه الفرصة في السنوات القادمة، وتكون هذا ويكون هذا التسجيل من نصيبه. مشاهدينا كان هذا آخر خبر لنا بمنصة الفيسبوك، بعدنا عندنا منصة الانستغرام، لكن نرجع لكم بعد الفاصل، ابقوا ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا ومنصة الانستغرام، وأيضا اختارنا لكم أخبار ومواضيع وترندات كانت يعني منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أول الأخبار بهذه المنصة هو فيديو، مشاهدينا خلينا نشوفه وبعدين نرجع لكم. على ضوء فوز المنتخب العراقي على المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل واحد، تايو الياباني اللي دائما يرافق المنتخب العراقي ويشجع بالمباريات، طبعا سبق أنه تايو الياباني شجع المنتخب العراقي بمباراة قطر بسوق واقف، وأيضا شجع المنتخب الأردني وشجع المنتخب الياباني نفسه، ويردد نفس العبارة دق على راسك حيل أوكراني. مشاهدينا خلينا نشوف أو نريد نعرف شنو قصة تايو الياباني اللي دائما ما يرافق المنتخب العراقي ويزيد من تشجيعه لهم. هذا أول خبر لنا بمنصة الانستغرام. عندنا خبر ثاني على هذه المنصة، خلينا نشوفها مشاهدينا وياكم. الكابوس اللي دائما ما يطارد الكيان الصهيوني رفع أعلام الفلسطينيين بمباريات، وين هالمرة؟ دائما سمعنا أنه رفعت الأعلام بالجامعات، رفعت الأعلام بالمتحف البريطاني، رفعت أعلام فلسطين بالشوارع وصار تهجم وصار، لكن هالمرة ارتفعت الأعلام بمباراة بين إسرائيل ومنتخب مالي وصارت ضجة على هذا الموضوع، وراح يبقى صبر وقوة فلسطين اطاردكم يا مو كيان صهيوني. مشاهدينا عندنا تعليقات على هذا الموضوع رصدناها لكم، أبرز التعليقات بخصوص هذا الموضوع من ياسمين تقول حتى العلم صار يخوفكم؟ اي والله فعلا
يعني العلم صار يخوفهم ومرعب لهم، لأن هم أصلا يعني حشرة. عشت فلسطين وستنتصر غزة، أكيد هي أصلا غزة بهذا وضعها هي منتصرة. عيسى يقول العلم الفلسطيني أينما كنت حاضرا وجد، اللهم انصر عظيما قريبا، اللهم نصرا عظيما قريبا لجميع الدول العربية. اللهم آمين يا ربي، اللهم انصر فلسطين. تعليق آخر على هذا الموضوع مشاهدينا، يتم منع لاعبة بريطانية لظهور فيديو قديم إلها تقوم فيه بضرب حصان أما قتلت الأطفال، فماكرون بنفسه يرحب بيهم، أي شياطين أنتم. والله صحيح. تعليق آخر مشاهدينا، التعليق الأخير هو حساسيتهم ضد العلم الفلسطيني دليل على الضغط النفسي اللي يتعرضون إليه، ورح تبقون تتعرضون لهذا الضغط النفسي، ورح يبقى كابوس فلسطين يرافقكم أينما كنتم وستنتصر غزة. عندنا خبر آخر المرة يخص إيلون ماسك اللي هو صاحب منصة إكس. قناة الشرقية، إيلون ماسك يقول لم أقل أبداً إنني سأتبرع لحملة دونالد ترامب ب 45 مليون دولار شهرياً. انتشرت إنه هو إيلون ماسك راح يتبرع لترامب بمبالغ على للحملة اللي حملة الانتخاب له، لكن نفى هذا الخبر وقال هذا الخبر من تأليف صحيفة وول ستريت جورنال. هذا خبر أيضا مشاهدينا على منصة الانستغرام. عندنا خبر آخر اختاريناه لكم على هذه المنصة. طبعا يعني احنا سامعين الناس، قبل لا أقرأ لكم الخبر، الناس تبوق سيارات، تبوق مصارف، خزنات، بيوت، يعني تبوق مبالغ مالية كلش كبيرة حتى تستفاد. خبرنا اليوم مضحك وغريب وصارت فيه تعليقات كثيرة، لكن احنا راح نكتفي انه احنا نعلق على هذا الخبر. القبض على مواطن تركي دخل متجر في اسطنبول بمديرية أرناؤوتكوي. شباق هذا التركي سرق 31 علبة مزيل عرق وفر من المكان. قبضوا عليه وأعادوا المسروقات وتم إخلاء سبيله بموجب المراقبة القضائية. طبعا أنا أعتقد أنه هذا سوى هاي فعلته بدافع الشهرة، وإلا شنو هسه أنت يعني أنت بايك مزيل عرق، هسه لو مثلا شاحنة ثلاث شاحنات حتى تحصل عليها مردود مالي كبير تستفاد اذا بعتها، يعني 31 وحده يا ظالم النفس شو تسوي بيها؟ زين عندك معاناه انت من تعاني من جماعه يمك قربك يعني عندهم، ما اعرف يعني صراحه الخبر غريب ومضحك، لكن اعتقد هو هذا الخبر حتى يشتهر، وفعلا هسه هم لزموه ورجعوا المسروقات واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره غير طبيعيه. مشاهدينا عندنا خبر آخر هم مضحك، هو محزن ومضحك، خلينا نشوف الخبر. مجلة الكوكب تقول من المعروف أنه بعض سكان غانا يتفننون بعمل جنائز غريبة لذويهم. هاي جنازة قام فيها ذوي المتوفي وكان سائق أجرة. شو سووا له؟ تكريمه. احنا نعرف أنه تكريم الميت دفنه. تكريمه ووضعه بتابوت مصمم ليبدو وكأنه يقود سيارته، ويظهر الرجل بعد تحنيطه في مركبة بنفس لوحات سيارته وأرملته ترقص خلفه. يعني هسه انت يعني سايق تاكسي مسوي له سيارة وسكان وملبسيه هيك ومهندمي، وين رايد تروح؟ زين لا خلص اسوي لك حادث وانت بعدين تصير عليك عقوبات وتصير عليك والله ما اعرف غرامات. مشاهدينا يعني غانا اصلا سبقت الهنود، احنا دائما ما نقول هذا فيلم هندي، بس غانا يعني سبقت الهنود بهذا خبرهم مشاهدينا. ختام منصة الانستغرام كان هذا الخبر، لكن بعدها حلقتنا ما انتهت، عندنا منصة الاكس، نرجع لكم مشاهدينا المنصة اكس، لكن بعد الفاصل ابقوا ويانا.
رجعنا لكم مشاهدينا. ومنصة اكس هاي المنصة اللي دائما ما نختار لكم بيها التغريدات، نختار بيها المناقشات اللي تصير بين الأطراف المختلفة. وهذه المنصة اليوم تتحدث عن قانون الحشد الشعبي، قانون خلينا نشوف أول تغريدة بقانون تقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي لعباس العرداوي. يقول: منذ أيام وهنالك تصاعد بخطاب استهداف الحشد الشعبي يتزامن مع نشاط للعصابات الإرهابية بديالة والأنبار وعلى لسان مرتزقة. مرة نائب متفسخ أخلاقياً يمثل قيح العملية السياسية، ومرة شايب مستهتر متعود على الإهانات مدفوع الثمن ورخيص جداً معروفة بتاريخه العمالة، مستعد يذم ويمدح بنفس الوقت حسب الدفع. لكن الأغرب هو مرتزق جديد على قد الحال، لا يؤمن بالحياد بحسب تعريفه لنفسه بصفحته الشخصية. دفع الحنان إلى حلبسة القناة. يبدو أن هنالك انخفاض بعمولة الكيكارد هاي الأيام، مما دفعه إلى التهجم وتوظيف الشاشة للذين يدفعون أكثر فأكثر غزوات فاشلة. سيمضي بإذن الله هاشتاك قانون الحشد الشعبي قانون الأحوال الشخصية. هاي أول تغريدة عندنا بمنصة الإكس. التغريدة الثانية من مازن الزيدي يقول: يبدو أن الزوبعة المتزامنة ضد تعديل قانون الأحوال وقراءة قانون الحشد هدفها إبعاد النظر عن تعديل قانون العفو. هذا التغريدة من مازن الزيدي. عندنا موسى الوادي يقول: لولا جهاد الحشد الشعبي لكانت قوانين وأحكام تنظيم داعش الوهابي والبعث الإجرامي هي الحاكمة على الدولة العراقية. والله العظيم صحيح. لذلك إن إنصاف المجاهدين بالحشد من الدولة العراقية بكل مفاصلها هو واجب وفاء لما قدمته المنظمة المنظومة الحشدية من تضحيات وبطولات وبسالة قل نظيرها بتاريخ العراق. هاشتاك أنا القانون. أيضا هاي تغريدة. تغريدة أخرى من هدى الزهراء تقول: الحشد الشعبي هو الحقيقة التي أعادت المعنويات للجيش العراقي. حتى جهاز مكافحة الإرهاب قدم بطولات غير اعتيادية، واستلهم الجيش العراقي من الحشد الشعبي مبادئ جديدة في كيفية الدفاع. فحشدنا له استحقاقات واجبة، وهو استحقاق وطني لضمان حقوقه. هاشتاك أنا القانون. طبعا هذا من حقه. بقايا أمل تقول: سيسهم هذا القانون في تعزيز أفراد الحشد، أي ستكون هناك آلية جديدة للتطويع حتى ما يخص الرتب العسكرية التي ستمنح داخل الهيئة. أيضا نفس الهاشتاك، هاشتاك أنا القانون، طالب مجلس النواب بتعجيل القراءة الثانية والثالثة والتصويت على هذا القرار، على الأقل تقديم عرفان لأبطالنا بالحشد الشعبي، أبطالنا اللي قدموا ضحوا بأنفسهم وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أرض العراق من أي دنس ومن أي جماعة تكفيرية إرهابية. مشاهدينا، هذا ختام منصة إكس. باقي ويانا قصة حدث، ابقوا ويانا مشاهدينا لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا بقصة حدث. وهذه اليوم القصة يعني ثارت بالفترة الأخيرة، ويعني صارت كثير من التعليقات والمشادات والسجالات السياسية والسجالات الشعبية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية. أول شيء خلي نقرأ المسودة لهذا القانون وبعدين نتناقش به مشاهدينا. باسم الشعب ورئاسة الجمهورية، بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام الفقرة أليف من البند أولا من المادة 2، صدر القانون الآتي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. المادة 1 يعد النص المادة 2 من القانون بإضافة الفقرة 3 كالآتي: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني
الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية. إيخو هذه الجانبكم، يعني كل واحد هو حر باختياره، سواء كان الجانب الشيعي أو سواء كان الجانب السني. با تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص اللي ورد ذكرهم بالفقرة ألف عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية. أعتقد يعني الكلام واضح، اللغط وال يعني المشاكل اللي صارت والاختلافات وثارت الدنيا وما قعدت على هذا الموضوع ليش؟ أعتقد الأمور كلش واضحة. أيضا يلتزم المجلس العلمي بديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي بديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. يعني هذا هم واضح مشاهدينا، أنه هذا القانون اللي دا يعدلوه هو مو قانون جديد، هذا القانون أصلاً وضع لمصلحة الشعب، وضع تعديل وضمان لحقوق المواطن. وأيضاً تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين، الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني. أنا أشوفه يعني والله يعني العدالة جداً واضحة، ما أعرف الناس منين بتجيب حشيها. مشاهدين أكو فيديو طبعاً فعلاً هو كارثة، كارثة على العقلية اللي يستخدموها الناس. خلينا نشوف هذا الفيديو مشاهدينا ونعلق عليه بعدين. كارثة راح تصير بالعراق إذا ما تلاحقنا. مجلس النواب يناقش أخطر قانون على المجتمع، قانون الأحوال الشخصية. يسمح بزواج الفتيات دون السن القانون. كلش طبيعي تشوف واحد شايب ماخذ له طفلة عمرها 9 سنين. تفضل. إتاحة عقد الزواج خارج المحاكم المختصة، راح تصير عقود زواجات غير رسمية، وتخيل الحقوق اللي راح تضيع. يا أبش حياكم. النفقة على الزوجة بشرط الاستمتاع، أي الزوجة التي لا تمكن زوجها من الاستمتاع بها لا تحق عليها النفقة. والله استحي أعقب على هذا الكلام، بس نقلت لكم المقترح بنص العبارة: حرمان النساء من الأرث في العقار، حرمان البنت من الأرث كاملة. بعد ما كان الطفل بعمر 15 سنة يتخير بين أمه وأبوه في حالة الطلاق، هسه صار بعمر 7 سنين. طفل بهالعمر إذا تخير بين الشبس والنفسلة راح يحتار، هسه راح يخيروه بين أمه وأبوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقولون حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق. يعني انت ختام الفيديو هذا، يعني انت شرحتي عن وضعك، حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له. يعني انت ما عندك عقل، انت رحتي بحثتي شفتي القانون على شنو السند، شلون عرفتي انه هذا القانون يجبر الزواج الاطفال ب9 سنوات، وانه ما الى الزوجه ما لها ارث والبنيه ما لها ارث، وايضا تضيع الحقوق. يعني ما اعرف الناس على شنو تستند. قانون 59 يعني هو قانون وضعي ووضع بصورة عاجلة، يعني هذا قانون يعني مستند على الشريعة. يعني احنا مو يعني سواء الشيعة او السنة هم راجعين للدستور، ودستورنا القرآن. خلينا نشوف مشاهدينا هذا البوست من مصدق عادل طالب، يقول: كي لا ننسى، قائمة بأسماء النواب الذين انتهكوا وعطلوا المادة 41 من الدستور والذين يمنعون حق العراقي باختيار أحواله الشخصية، ونرجو منهم الإعلان عن صفتهم بين قوسين العلمانية، وأن لا يتكلموا باسم الإسلام أو المرجعية الدينية في النجف الأشرف. ليش؟ لأن المرجعية بريئة من جميع السياسيين والنواب. ونقول للنواب الذين سحبوا مشروع القانون: إنكم لا تمثلون الأغلبية الإسلامية في العراق، وتمارسون دوراً ضد الإرادة الشعبية المؤيدة لتشريع هذا القانون. كما أقول لكم، إذا كنتم متنازلون عن اختيار الأحكام الشرعية لمذهبكم، فغالبية الشعب لا يسمح لكم بمسح الهوية الإسلامية والمذهبية للمواطن في قضية الأحوال الشخصية. طبعاً ومثل ما تلاحظون عدد من الأسماء وبتواقيعهم، يعني شارح البوست كلش، يعني ما يحتاج أعلق، لكن اللي أحتاج أعلق بخصوص هذا الموضوع أنه القانون اللي دا يعدلون به واللي يريدون يشرعوه هم مستندين به على الشريعة، وأيضا يضمن حقوقهم قانونا وشرعا. هسه إذا أنت تروح تتزوج
بالمحكمة شرعا أنت ما عاقد سيد، هذا الشيء إحنا عندنا المذهب الشيعي، هذا الشيء بيه إشكالية. مشاهدينا أكو فيديو، خلينا نشوفه ونرجع لكم. ليش هذا الجدل بين المذهب السني والشيعي؟ باعتبار أن هناك اختلافات في سن البلوغ، وهناك اختلافات في قضية الطلاق، وهناك اختلافات في إجراء العقد، يعني قضايا اختلافات فقهية بين المشرعين يعني المذاهب. ولذلك هو اليوم يرجع إلى مذهبين رئيسيين، يعني المذهب الجعفري، ويرجع من جانب آخر إلى المذهب السني. وأيضا حتى بالنسبة إلى المذهب يرجع إلى كبار العلماء، يعني لا يتصور البعض أن الموضوع يعني أصبح هين، لأن هذا ممكن أن يرجع فيه إلى قمة الهرم أو قمة ما ممكن أن يصدر من فتوى. مشاهدينا فيديو من برنامج حصاد الأيام لقناة الأيام الفضائية يشرح ب يعني الجدل اللي دا يصير بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية، والثورة اللي صارت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وكيف ثار الشعب وأيضا ثار السياسيين. وأعتقد يعني أغلب الشعب اللي ثار على هذا الموضوع هو يعني من الأجيال الجديدة اللي أصلا ما فهم شنو موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية. وطبعا سيد رشيد الحسيني شدد وأكد على ضرورة أنه يلحقون على تعديل هذا القانون، هو القانون القديم اللي هو سنة 1959 لأن ضاعت به حقوق الناس وضاعت به حقوق النساء والرجال، وكانت يعني أوضاعهم وعائلاتهم يعني فقط حالات الطلاق اللي تشهدها المحاكم 5000 شهريا. مشاهدينا هذا القانون، نشوف التغريدة لسيد رشيد الحسيني بعد المطالبة الحثيثة بإعادة النظر في فقرات قانون الأحوال الشخصية المجحف والبعيد عن ضوابط الدين الإسلامي. لاحظنا بارقة أمل في تعديل فقرات هذا القانون بما يتلائم مع الشريعة الإسلامية وقوانينها السماوية، وفي هذا الشأن نشد على يد كل من يسعى إلى إعادة صياغة فقراته بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك لضمان حقوق المؤمنين الذين تعرضوا للظلم بسببه على مدار سنين طويلة. مع شديد الأسف طرق أسماعنا وجود بعض من باع ضميره وهويته الوطنية والمذهبية في سبيل إرضاء بعض الجهات والسفارات لإبقاء هذا القانون على حاله، على الرغم إن أنه مجحف لشريحة كبيرة متضررة منه. نسأل الله تعالى أن يقدم بما فيه الخير والصلاح لهذا البلد العزيز. أيضاً إحنا هم نشد على تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق الشعب العراقي والمواطنين. أيضاً مشاهدينا هذا وصلنا لختام فقرتنا، فقرت قصة حدث، باقي ويانا قصة نجاح مشاهدينا، لكن نرجع لكم بعد الفاصلة، ابقوا ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا وقصة نجاح في برنامج إيتاك. اليوم عندنا ضيف يعني راح نتعرف عليه، بدءا قبل ما اقول هو من هو، خلينا نشوف الفيديو التعريفي حول ضيفنا لهذا اليوم وبعدين نرجع لكم. شنو التخلف؟ اوفوهم ترى بعدنا صغيرات. اي هاي مجموعه من التعليقات لحفل تتويج بنات دخلن سن التكليف. اي وللاسف حاليا جايين وصل الحجاب الشرعي واللي حاله حال الصلاه بقمه التخلف، وهم لا يفهمون بالدين ولا بعلم النفس ولا بتاثير اللباس على سلوك الانسان. ورغم كل هذا بعدني متفائل، لان بعدك وبنات يريدني فرحن الزهراء وبوجود الخيرين اللي جمعوا هالبنوتات على حب. مشاهدينا مثل ما شفنا هذا المحتوى واللي قدمه صاحب المحتوى هو وسام أخوين، ضيفنا الحلقة هذا اليوم. هو مو فقط صانع محتوى، هو أيضا طبيب. خلي نرحب بوسام أخوين في برنامج إيتاك على شاشة قناة الأيام الفضائية. أهلا وسهلا بوسام أخوين، شرفتنا ومرحبا بك ببرنامج إيتاك. أهلا ست، أهلا ست فيان، والشرف لي وشكرا على هذه الاستضافة. وسام اللي يدخل صفحتك على الانستغرام أول عبارة تشد انتباهه، الطبيب المهدوي، ممكن تشرح لنا قصة هذا هاي العبارة؟
الصراحة كل شيء بالحياة بيه اختصاص، فيعني مثلا الجانب الديني بيه اختصاص وأشخاص هم يمثلون هذا الاختصاص. نعم. فالعلماء اللي يمثلون هذا الاختصاص يوصون أنه يكون الجانب الديني مرافق لكل مراحل حياة الإنسان، بأي مكان الإنسان موجود به، بأي مرحلة من مراحل حياته يقدر يوظف الدين معه. فمثلا أنا كحالتي كطالب طب مرحلة رابعة بالجامعة المستنصرية، قررت أنه أدمج بين الطب وبين الدين. بعد ما وجدت مؤسسين الطب اللي أدرسه هم أهل البيت عليهم السلام. عليهم السلام. فهنا صار تكليف الشرعي أنه أنقل رسالة أنه هؤلاء الأشخاص المظلومين إعلاميا وتاريخيا وكل النواحي مظلومين هم اللي وجدوا الطب قبل 1400 سنة. زين وسام، أنت تقول شفت أنه أنا لازم أربط بين الدين والطب، شلون جتك هاي الفكرة؟ يعني على شنو استندت؟ شنو الشيء اللي خلاك تتوجه لهذا الربط الغريب صراحة، واللي يعني أنا شفت أنه متابعيك 32 ألف متابع، أكثر من 32 ألف متابع، شنو اللي خلاك أو منين جتك هاي الفكرة؟ بالنسبة للمتابعين فهم تقريبا 32 صح على الانستغرام، ولكن على اليوتيوب راح يصلون قرابة 40 ألف مشترك. زين. وعلى باقي المنصات هم موجودين. ملاحظة، مجموع مشاهداتنا هسه على كل المواقع ذا نجمع حيطلع عن فوق 25 مليون مشاهد. تمام. فالفكرة كانت انه الاشياء اللي دا ادرسها بالطب ابحث عليها بعلوم اهل البيت، اشوف اكو تشابه. بعدين قررت اعوف هذا البحث انه من خلال الطب الحديث ابحث على الطب القديم، لا. جبت احاديث عن الامام الصادق او الامام علي عليه السلام، رحت بحثتها بالطب الحديث، لقيت اكو بحوث واكو مصادر واكو اشياء مثل موقع باب ميد، موقع يعني احنا اصلا ناخذ من عندنا وندرس مصادرنا اللي هي مصادرنا بالجامعه المستنصريه او باقي الجامعات يعني. فهذا الموقع باب ميد به هواير فرانسيس تشرح تطبيق احاديث اهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا امير المؤمنين يقول من أكل 21 زبيبة من أول النهار دفع الله عنه كل مرض وسقط. نعم. نشوف أنه بمجلة كامبريدج الأمريكية أكو بحث صاير تم علاجهم بعصير الزبيب مثلا بطريقة أو بأخرى. نعم. فنشوف أنه أكو ربط، فقمنا أن ناخذ الحديث من الطب القديم اللي هو طب أهل البيت عليهم السلام ونروح نبحثه بالمصادر الحديثة فنلقى أكو تشابه. زين وسام، أريد أسألك سؤال، أنت يا مواليد 2003. زين 2003 وطالب طيب مرحلة رابعة مو هيجي؟ أنا اللي أعرفه أنه دائما الشباب اللي بعمرك يتوجهون للحداثة والغربية، يعتبروها هذا تطور وهاي حرية، ويعني يحاولون أنه هم يعني أكو بعض الشباب أنه يعتبرون الغرب هم أساس الثقافة. شلون أنت توجهت لأهل البيت عليهم السلام؟ منو كان له دور كبير بهذا التوجه الديني اللي عندك وانت طالب طب؟ يعني انا شايفه كلية الطب وشايفه هناك الطالبات والشباب شلون يعني هندامهم وطريقتهم يعني، فاريد اعرف، صار عندي فضول، اريد اعرف منو خلاك تسير على هذا الطريق المهدوي مثل ما انت مسمي نفسك على الصفحة. إذا أردت أقول لك جواب مادي فأقول لك إنه عائلتي وخوالتي المعتمدين عند السيد السيستاني هم يعني ساهموا بتربيتي وساهموا في بناء هاي التاشر أو البيئة اللي نعم. ولكن راح اللي هو مثلا عطف الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقني هذا الشيء. يعني ممكن تكرر لان كان اكو فد قطع شويه، دا اريد افتهم الاصح شنو الجواب الاخير منك. اذا نحكي على الجانب المادي فنقول مثلا العائله اللي عايش بيها زين. او خوالي اثنين معتمدين عند المرجعيه. أي سيد نعم. علي السيستاني. بس اذا اقول بجانب معنوي انه مثلا عطف الله سبحانه وتعالى هدايه من رب العالمين سبب ان توفر هيك عائله. تمام وتتوفر هاي البيئة اللي ينمو بها وسام وتتوفر هاي الظروف وأتوفق أنه ألتقي بأطباء هم أصلاً يعني عندهم بحوث بهذا
هذا يعني هذه إيه هذه رحمة ولطف من رب العالمين اللي خلاك تلتقي بأصدقاء الأصدقاء الصالحين اللي خلوك تلتقي بهذا الدرب أو تمشي على هذا الدرب. تمام. القضية الحسينية وسام قضية يعني بها هواية، يعني احنا دلاحظ دائما بشهر محرم وشهر صفر نتلقى التصديات والهجمات والكلام والتعليقات الانتقادات، طبعا مو البناء، الانتقادات اللي تحاول انه تسيء لنا. لكن انت شلون قدرت تتصدى لردود الافعال السلبيه اللي واجهتك بالقضيه الحسينيه اللي انت دا تدعو لها؟ صراحه انا مقتنع انه بالاختلاف، نعم. نحن بشر مختلفين في ارائنا، مختلفين في توجهاتنا، فطبيعي انه اصلا قبل ما انشر المقطع ادري من التعليقات شنو راح يصير بالتعليقات، شنو راح يصير يعني ردود الافعال. بالتالي احنا بشر مختلفين، ولكن تبقى النقطه الاساسيه عندي انه كيف اعرض هذا المحتوى بطريقه مقنعه وما اخلي المقابل الى مثلا طريقه انه يحكي او يعلق بطريقه استفزازيه او شيء. مثلا مثال، نعم، بدايتنا بطرح علوم أهل البيت وربط الاحاديث الطبيه بالطب الحديث، نعم. كنا احنا متاكدين منها، بس احنا متاكدين منها اوكي، بس احنا ما نطلع السكرين شوت او من المصدر الامريكي او المصدر الاصلي، نعم اي فهمت الأوروبي. بس شفنا التعليقات وايد تعلق انه هذا الكلام يجب شلون ربطت شلون شيء بحلقات اللي وراها تلاقينا هذا الشيء، انه قمنا نخلي المصدر، فمن شافوا المصدر وشافوا بهالطريقة يتم صناعة المحتوى بهالطريقة يتم طرحه مقنعة جدا الطريقة يعني أحسن الحالية يعني، فما كانت أكو تعليقات كلش مثل قبل. فأعتقد هي كل الموضوع بيدنا إحنا شلون نطرحه بطريقة عاشت إيدك مقنعة. زين هسه احنا حكينا على الجانب السلبي وشلون تصدى وسام اخوين لردود الافعال السلبيه، اريد نحكي عن الردود الايجابيه او شلون شفت تقبل محتواك لفئات المجتمع وخاصه الشباب، لان تعرف الشباب دائما على شنو يميلون، ما يميلون لهذا المحتوى الديني لكن انت فعلا عاشت ايدك ربطت محتوى ديني ثقافي اعلامي بنوع من يعني يتحبب للروح، اريد اعرف شلون تقبل مجتمعك وخاصه الشباب محتواك الممزوج بالدين والثقافه والاعلام. احنا شفنا حاليا شنو الشباب يميل الى محتوى جذاب وغني بالتاثيرات، سواء نعم. التاثيرات البصريه او الصوريه، نعم. البصريه او السمعيه. نعم. فكنا العدلات نتعلم مثل ننتج محتوى بذاك الليفل، فلو قدمنا الدين بنفس الليفل، مثلا نصور باحدث الكاميرات، هسه حاليا نصور باحدث الكاميرات، نعم، ونستخدم اجهزه صوت احدث اجهزه صوت يعني كلها بمساعده، يعني هي ما امتلكها ولكن مساعده اشخاص اخرين يعني، نعم. اشخاص دائره دائريه يعني. اشكرهم. فمن انتجنا المحتوى بنفس الطريقه اللي ينتج بها المحتوى الهابط خلينا نسميه او اللي ما يلتزم بالشروط الدينيه، من انتجنا المحتوى بقيمه عاليه وصار له يعني جميل جدا صوريا وسمعيا، فجت الشباب تتاثر بيه طبيعي. عاشت ايدك. سؤال اخر وسام، شنو الرسالة اللي تحب تقدمها للمجتمع وخاصة فئة الشباب، لكن هالمرة مو على صفحتك على الانستغرام أو الفيس أو اليوتيوب، لا هالمرة على برنامج إيتاك ومن خلال قناة الأيام الفضائية، شو تحب توجه لهم؟ أحب أوجه لهم أنه يرجعون شوي يهدأ الشاب ويفكر أنه ليش جيت لهذه الحياة، وأنه يقرأ الثقافة شتى العلوم والمصادر، هو شلون كان نشأته اصلا وشنو الهدف الموجود الى حاليا. الثقافة عاشت ايدك، شرفتنا وسام، واحنا نفتخر بهيجي شباب واعي ومثقف، وشكرا لحضورك ويانا ببرنامج ايتاك مشاهدينا، بعد ما التقينا عبر الشاشة بوسام خوين وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقة قادمة إن شاء الله في أمان الله.